نلحق بنا عبر الهاتف ناخذ اكثر معطيات خاصه في فتح البحث تحقيقي في ملابسات واسباب انقطاع التيار الكهربائي. معنا سي عمر اليحيوي وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بن عروس. اهلا وسهلا سيد الرئيس، مرحبا بك معنا في هنا تونس. مرحبا بك سي معز ومرحبا بضيوفك والسادة المستمعين الكرام، مرحبا بكم. سؤال مباشر سيد الرئيس، شنو الاسباب اللي خلت النيابه العموميه تاذن بفتح بحث تحقيقي حول ملابسات انعقاد انقطاع التيار الكهربائي؟ هل هناك شكوك عندكم عند النيابه العموميه بان الانقطاع كان بفعل فاعل مثلا؟ هو سي معز قبل ما نجاوبك وجب معناها تدارك راهو مش بحث تحقيقي. اي بالضبط، اي باهي. مش بحث تحقيقي، نقولوا بحث تحقيقي معناها النيابه العموميه توصلت لمحضر بحث وفما شبهات جديه والنيابه كلفت قاضي التحقيق وقالت هاي التهم. هو بحث اولي. شنو الفرق سيد الرئيس باش اللي يسمعونا يفهموا، المستمعات والمستمعين نتاعنا يفهموا؟ بحث تحقيقي معناها فما باحث بدايه عمل الابحاث نتاعو وبدات تجمع لنا معطيات تنجم تقول الفعله هذه مرتكبها فلان الفلاني. وقت اللي باحث البدايه يتمم المحضر نتاعو باش يحيلو للنيابه العموميه. النيابه العموميه اذا كان شافت الجريمه خطيره تحل تحقيق، وقتها نقولوا احنا بحث تحقيقي. بحث تحقيقي هو مصطلح داخل المحكمه، معناه النيابه العموميه بعد توصلها بمحضر البحث من الباحث الاولي قررت فتح تحقيق. الان احنا في البحث الاولي، ايش معناها بحث اولي سيد الرئيس؟ في معز احنا هذا بحث اولي كما كانت الاخت تتحدث قبل شويه للوقوف على ملابسات وظروف هالواقعه هذه، هالانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي اللي شمل العديد من المناطق. واضح لكن معناها مش قضيه تحقيقيه، هي معناها اجتهاد من النيابه العموميه كلفت جهه اللي هي الفرقه المركزيه للحرس الوطني بالعوينه من خيار الفرق الموجوده بكامل الجمهوريه لمباشره ابحاث اوليه. معناها ما تتسماش تحقيقيه، كي نقولوا ابحاث تحقيقيه معناها مبنيه على قضيه تحقيقيه. وبقضيه تحقيقيه تبنى على محضر بحث تم انجازه والانتهاء منه من الباحث. لا قدر الله المحضر هذا اللي اذن باجراه تبين اللي صنع عمل تخريبي، الباحث كي يستكمل الاعمال نتاعو ويحيلها على النيابه الساعه نحلوا التحقيق. احنا الساعه الحاليه في طور البحث الاولي للوقوف على ظروف ملابسات هالقطع الفجئي للكهرباء. والحق معك. توضح الصوره معناها تبقينا يلزمنا عين ثاني. بالضبط هذا هو سؤالي، لانه البارح السيد رئيس المدير العام للستيك تكلم في النشره الاخباريه الثمانيه نتاع الليل في القناه الوطنيه وعطى الاسباب نتاع انقطاع التيار الكهربائي. هذا هو احنا معناها كما قلت لك معناها فما جهه يفترض معناها وناكدوا على هذا كونها محايده باش تقوم بالابحاث المعتاده. احنا مش اول مره مثلا ينقطع الكهرباء ولا يندلع حريق في مؤسسه كبيره نقوموا باجراء ابحاث الرجوع للكاميرات المثبته بالمكان، سماع المسؤولين المتواجدين الحراس اذا كان فما كاميرات دايره بالمقر هذاك، اذا كان فما اختبارات تتم مع موظفي السياد مع الحمايه المدنيه للتحري بخصوص هالاندلاع نتاع السبب اللي ادى الى الانقطاع نتاع التيار الكهربائي. فما اعمال فنيه احنا معناها مبدئيا الارجح كونها ارتفاع نسبه الرطوبه كما قال المسؤول عن الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، لكن الابحاث شنو الغايه نتاعها؟ هي الوصول للحقيقه واللي احتمال كبير ياسر الدعم الاتجاه نتاع الخيان نتاع الاستاذ. واضح. كان عندك سؤال طارق بإجازة يعني عندي فاصل. السيد الرئيس بالله نحب نسال، انت قلت باجتهاد من عندكم انتوما، دونك انتوما اجتهدتوا بشكل فردي انكم هذايا موضوع يستحق بحث في البدايه، بحث مبدئي معناه. هل انه هالاجتهاد هذايا صار سابقا؟ خاطر احنا عندنا في تاريخ تونس اللي نعرفوه القريب 2002 في نهائي كاس العالم الشهير و 2017، هذه ثلاثة مرات اللي صارت فيها العمليه. انت لهنا ومعروف فما اجهزه تفقد داخل وزاره الطاقه هي اللي المفروض تعمل تتفقد، حتى وكان يقول ستيك هكاك فما شكون يتفقد ستيك. هذه يظهر لي اول مره انه يصير بلاك اوت ويصير بحث بدايه، صحح لي اذا كان غلط ولا صحيح. لا لا موجود عديد المرات اللي تصير معناها بلاك اوت على مستوى بن عروس من تاريخ الاشراف نتاعي، تصير مثلا ولو حريق مثلا في مستودع وصارت معناها وظالي ظاهره من ارتفاع حراره الطقس من التماس بدون خيوط الكهرباء نحلوا ابحاث، راهو الابحاث لغايه ما زيد الطمعنا كما قلت سيادتك وربي يبارك لك. ثم جهات
تابعة وزارة الطاقة هي اللي باش تتحرك. أما إحنا عين ثانية فهمتني لي مزيد تنظيم وسلطة مستقلة. هنا شو بيقولش يحب رئيس المدير العام للستيك كتنجم وزارة الطاقة تقولش تحب، لكن أنا كنيابة عمومية اليوم أعطيني بحث أولي خلينا نسمعهم وأنا أسمع لها تسخير. إحنا ننزلوهم وهم أهل الخبرة، أما باعتبار ما ينجمش يكون جيجي بارتي المسألة تهمه هو في مؤسسة تبعته صارت حريقة وتبعات انقطاع طاقة كهربائي مع كلامه هو. إحنا القانون يلزمنا ولا يجبرنا باش تحلوا أبحاث وراء الغاية نتاعها الوصول للحقيقة، واحنا في نوصل الحقيقة باش نقولوا راهو إذا كان هاك النتيجة اللي وصل لها المسؤول الفني في ستيك وإلا راهو فما عمل تخريب للغاية ووصول للحقيقة، وإذا كان بعدها بطبيعة الحال تحميل المسؤوليات. واضح، شكرا لك. أي تفضل سيد الرئيس قصيت عليك. معناها عادة كذا لي حاجة هكا فيها أمبلور معناها وتمس معناها حتى من راحة المواطن ومن طمأنينته ما فيها باس ما نكتفيوش بالجهة الرسمية اللي صار فيها الحدث، بل نستعانوا بجهات معناها أهم خبرة باحث بداية عنده باش يتنقل ويثبت باش يشتري السماعات اللازمة باش يوثق لنا كل أعماله باش كان فما كاميروات يرجع يثبت لنا شفنا تسخير فني كما قلت لك. فما عندنا خبراء في الطاقة، عندنا مجموعة تابعة للحماية المدنية، عندنا زادة موظفين في السجن باش يعاونونا ويتحرر محضر والمآل نتاعو بطبيعة الحال. وقتها أنتم كنيابة عمومية سيد الرئيس تقروا يا إما فتح بحث حقيقي وقال حفظ الملف لانه بالضبط هو اذا كان فما جريمه الحفظ لعدم وجود جريمه، اما عاونا فما طمانينه حتى نهار اخر نعرفوا لي كونسيكونس. واضح واضح، شكرا لك سيد رئيس سي عمر الحيوي وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بن عروس.